اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من العاصمه الاسماعيليه مكناس، ولو المتاخر قليلا ولكن الظروف والحاله المستعجله لابنه الاخت اللي امامنا الان هي والوالده ديالها واللي حاضره معنا والوالد كذلك اللي كنوجه لهم اغلى تحيه. كما كنقولوا المناسبه شرط، وهذا اللي خلانا انه نلبيو النداء ديال الاسره. كذلك معنا اليوم حاله اللي كما كتقول لنا الام واللي هي شابه كما كتشوفوا معنا، واللي شاءت الاقدار انها تكون يعني مطلقه بطفلين، الابنه وابن اللي عنده تقريبا 3 سنين والبنيه عندها 5 سنين. المشكل كاين في البنيه اللي يعني كاين بانت عليها مجموعه ديال الحويجات اللي يعني اللي وسلوكات اللي غير طبيعيه اللي خلات ان يعني حتى على مستوى النمو ديالها بزاف ديال الحويجات. غنخليكم مع الام هي اللي غادي تحدثنا عن الحاله ديال الابنه ديالها واللي كتعيشوا معها منذ ان يعني وبالضبط وكنحاول كناكد معها ان هذا الشيء يقدر يكون عنده شي احتمال، وهذه غنحاول نطرحوا لها في سؤال مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي. خليكم معنا على المباشر. نعم اختي، مرحبا بك معنا على قناه شوف تيفي. الله يبارك، مرحبا بنا عندكم. الله يبارك، شوف تيفي مرحبا. مرحبا العائله، مرحبا بك. كيشرفنا اننا نكونوا داخل. مرحبا بك. كيفاش اختي يعني كيفاش الابنه عارفينها نعرفوا شكون يعني الان انت مع مشاهدي قناه شوف تيفي اللي عدد ديالهم فيه 580 ديال الناس. تبارك الله، اللهم بارك. نعم شكرا لك بزاف. انا الاسم ديالي راويه، السن ديالي 30 سنه، ام لطفلين مطلقه، 3 سنين ونص تقريبا هذه باش طلقت. الابنه ديالي كانت بحال الوليدات الصغار، كانت بنيه طبيعيه جدا، كتلعب كتهضر كتسخرها كتمشي كتسخر يعني كتسمع يعني عاديه طبيعيه. تلاش الحداش من عادية. يعني من عامين يعني اللي تزادت فيها لهذا عامين الاخر من الكونفيرمون لهنا البنيه تبدلات، يعني من البدايه ديال الكونفيرم يعني البنيه يعني بدا الحجر اللي تسد يعني داك من البدايه تبدلات. هذيك العامين الدريه يعني في هذيك الوقيته فاش تسد يعني في الوقيته ديال الحجر الصحي اللي هي تقريبا 2020 واش كانت ديك الساعه طلقتي ولا مازال؟ لا كنت طلقت ديك الساعه. ديك الساعه طلقت. ديك الساعه كنت مطلقه. يعني بدات كتبان ان الدريه سلوكات بحالاش؟ بحالاش يعني يديها كتلعب بيديها بزاف يعني عندها واحد الصبيع عواج ليها قوة ما يعني رده فيه رده فيه داك الحر حيت باغا تهضر يعني بحال قلتي كتبذل واحد المجهود باش تهضر. هي ما عمرها هضرات؟ لا هضرات لا هضرات فاش كانت عندها عامين الاولى هضرات. شنو يعني ماما بابا النطق الاول؟ ماما بابا رصاي هداي الرضاعه اجي يعني بدوك الكلمات ديال البيبي فاش كيكون عنده عامين. دابا ما بقاش فيها هذاك الشيء يعني ما بقاتش كتهضر يعني ولات كتنهج كتنهج بزاف كتبكي ما كنعرفوش اشنو باغا يعني وكنشوفها انا كأم ديالها كنشوفها كتبدل واحد المجهود باغا تهضر باغا يعني باغا تعبر باغا. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كنتمنى اسمح لي قاطعتك كنتمنى انه تبارطاجيو معنا هذه الحاله هذه ديال هذه البنيه هذه. شنو الاسم ديالها؟ لوجين. 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 تحياتي لهاد الطفله الجميله واللي كنتمنوا لها ان شاء الله الشفاء العاجل كما كنشوف الان في عدد من التعاليق ديال الناس اللي معنا على المباشر اللي كيتمنوا لها الشفاء العاجل. بارطاجيو معنا، بغينا هذه الحاله هذه توصل المسؤولين عن القطاع الصحه وكذلك العدد الكبير ديال الناس وكنتمنوا انه يدخلوا ان شاء الله على الخط جمعيات ديال الطفوله وكذلك محسنين وذوي القلوب الرحيمه اللي ممكن انهم يقدموا لك يد المساعده. نعم كملي لنا القصه ديالك. لانه لحد الان ما قال كما قلتي لنا انك باقي ما عندكش
اسم ديال المرض ولا شي حاجة اه اللي لا ما عنديش، حيت نعم ديتها عند جميع الاطباء ديال بيدياتر ديال الوليدات الصغار، كلشي كيشوفها بنية طبيعية، يعني كلشي كيقول لي بنتك طبيعية، يعني تنقول لهم زعما ربما التوحد، يقول لا ما فيهاش التوحد، حنا صحاب التوحد كنعرفوها كيف داير، يعني حنا صحاب التوحد كنعرفو البنت ما فيها لا توحد لا والو، ولكن البنت غير كتغوت وكتقول واحد الكلام، يعني غير كتغوت كتنهج واحد الطريقة اللي كتنهج يعني نعم كتنهج وباغا تهضر، يعني فاش كتكون باغا شي حاجة كتعبر، كتعبر باش كتعبر بصبيعات يديها، سنان القدامين ديالها طاحوا ما بقاوش شاب ليها، اه من عامين هذه الاخرى، يعني العامين الاولى كانوا عندها سنينات ديالها مقادين، لهاد عامين هادو يعني مشاو، ودابا فاش كنقلب فين مشاو يعني ما كاينينش، يعني ما كاينينش حتى ما في الارض، حطاتهمش لك ولا شي لا حاجة ما كاينينش حتى في الارض، ما كاين كرهتهمش بسرطاتهم الله فهمتي، حتى الكريشه ديالها شي بعض المرات كتكون قاصحه وشي بعض المرات كتكون حشاك جاريه، يعني ما كتكونش طبيعي، يعني مره يا اما قاصحه يا اما جاريه، يا اما قاصحه يا اما جاريه. شنو في الماكلة ديالها؟ الماكله ديالها كنا حيدنا لها الرضاعه ودخلت للطبيب الكلينيك مدة ديال 5 أيام، وهي نعسة في الكلينيك مدة ديال 5 أيام، والطبيب ديالها قال لي ردي لها الرضاعة ديالها، يعني السبب زاد المرض ديالها اللي هي ما كتهضر، زدتي انتي مرضتيها فاش حيدتي لها الرضاعة، فاش رديت لها الرضاعة رديت لها الحليب ديالها رديت لها كلشي ديالها، يعني تكون بيبي، بحال ليلى رجعت للطفولة ديالها، واش ما كتحسيش انه يعني بحال عندها شي تخلف في عقله؟ ما نكذبش عليك ما حد مازال ما لقيتش لي لخص لي الحالة ديالها، ما يمكن لي نقول لكم حتى شي حاجة لا يعني انت من خلال يعني سلوكاتك ديال بنتك، فاش لانه كنعرف وليد ديال 5 سنين كيبدا يميز، كيبدا يقول لك وكياكل بوحدو، ياكل بوحدو، يبغي يمشي للتواليت، يبغي ياكل اه كاع، حتى لما مشاش بوحدو يقول لك بابا بغى بابا نمشي ولا ماما بغى نمشي للتواليت، للتواليت اه ولا بغى نبدل ولا هادي ما عجبتنيش، غيبدا يقول لك هادي عجبتني هادي ما عجبتنيش، غيبدا اه يغضب غيبدا يضحك، بصح، يعني واش هاد السلوكات الطبيعية؟ هي هاد الشي هذا جاها متأخر، يعني هاد الشي هذا اللي قلتي انت جاها في النوبة الاولى، دابا يعني لما وكلتيهاش ما تاكلش، يعني كي بحال دابا بقى دابا لي كوش بقى مازال ليكوش، وليكوش رقم 5 كندير لها ليكوش رقم 5، المدة ديال شهر عندي فيها 8 ديال الباكيت ليكوش 8، وحليب الحليب عندي تقريبا يو اش تي، كناخد لها يو اش تي عندي بحال دابا فيه 6، ما يدوز ليش يومين، لانه يعني علاش كبرات كانت عندها احتياجات عندها باغا غلاسه تشرب، اه يعني باغا تشرب، يعني وما كلشي كندير تاكلش خبيز ما تاكلش لا خضيره ما كترد داكشي، ما تدوزوش لا لا الا بغينا نعطيو لها صويب نديرو لها صوب، ويعني دابا الان يعني الاطباء درتي هذه المجهودات، واش كاين شي حل؟ شنو كيقولوا؟ يعني اخر طبيب عضويا مشيت ما كاين والو، البنت لا مزيان نورمال، اه نورمال، لوطور ديالها مزيان مزيان، نعم اخر طبيب مشيت لعندو قال لي ديري ليريم، ليريم والشبكة ديال الراس، وانا بحكم انا مطلقه وما خداماش وجالسه مع والديا ما قديتش باش ندير، وداكشي باش كنطالب من المحسنين يعاونوني. بغيت نسولك يعني اين هو الاب في هذا المرض هذا، وفي هذا يعني ولو الناس راه كنطلقوا وكيوقعوا مشاكل، ولكن ملي كيبقى كتكون المرض ديال الوليدات فراه هذا مسؤوليه مشتركه، واش كاين الاب ديالهم واش كيجي عندهم؟ الاب ديالهم ما كيجيش عندهم، يعني من نهار طلقت لحد الان ما عمر ما شافهم، لا الزياره ديال صله لا الرحم زياره صله الرحم ولا زياره باش يشوف حتى ولده كيف خلاه وكيف ولا، كينفق على الوليدات؟ اه النفقة الشرعية النفقة الشرعية لا غير، يعني لا أكثر ولا أقل، أعياد مسائل الأعياد حتى هو كان عامين الأولى ما كانش كيعطيني الأعياد، يعني حتى لهاد العيد الصغير والكبير اللي داز يعني عاد غتسمحي لي راوي ماشي مشكل، يعني ندخل معاك شوية في يعني لأنه البنية، واش هذيك الوقيتة اللي طلقتي شحال كان في العمر ديال البنت؟ عامين واش البنية عاشت معاكم شي وقيتة خايبة؟ واش شنو سبب الطلاق بينك وبين الزوج ديالك؟ فاش كنت مع الطليق ديالي شنو سبب الطلاق اللي وصلكم لدرجة انكم تطلقوا؟ عديم المسؤولية،
كنتو كتغاوتو عادي من وكتعانيو فوق المسؤولية. لا أنا بحكم عندي البنية في الدار ما كنتش كنغوت، وكنت حامل هذيك الساعة بالوليد، ما كنتش كنغوت يعني. صافي كيدير شي حاجة يعني، علاش كتقول دويتي 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 دويتي، يعني عارف الخايب وعارف المزيان وعارف خص اللي خص يدار وعارف اللي ما خصش يدار. يعني مني بحال اللي قلتي كتحط طب طب غي طب، يعني كتحط داكشي في النوبة الاولى. يعني صافي مني كتشوف واحد التجاهل وكتشوف واحد داكشي اللي قلتي ما يدارش هو اللي ولا كيدار، يعني كتحط مولاه صلب بلا قرقيم. يعني بحال اللي محسوب مع عليك راجلك والسلام، يعني تفاهم ما بقاش. لا انا اللي انا ما كان انا ما كان انا ما كنقلبش على ما يعني عفوا انا ما كنسولش يعني هنايا يعني نوع العلاقه اللي بينك وبين زوجك وهاد المسائل. هاد الشيء كيبقى بينك وبين راجلك، كتحملوا مسؤوليه اختياراتكم من النهار الاول، انتوما مالين العقل. انا كنشوف يعني واش هاد البنيه واش عاشت معاكم شي ظروف ديال العنف اللي خلات تقدر تكون عندها، يقدر يكون عندها تاثير. كتعرفي انه راه الوليدات كيتاثروا سيرتو الصغار، راه لا شاف غير الغوت قدامه ولا شاف داكشي كيتخلع، كيقدر يباتي احلام، يباتي يوليو عنده شي. راه بزاف ديال المشاكل اللي وصلوا الوليدات، لا من التوحد لا من كذا، راه جاي من المشاكل اللي كتكون اسريه. فهمتك. كيشوف عنف، كيشوف شي حويجات اللي ماشي هما هذوك قدامه، كيخليوها كتخرج عنده. متفقه معايا بهذه متفقة المساله؟ معك. انا فين فتحت هذا القوس هذا؟ فهمتك. نعم. شنو كطلبي من المغاربه اليوم واليوم خرجتي يعني لا انت ولا يعني مع الاسره اللي حاضره معنا، الوالده ديالك اللي كنوجه لها تحيه، اللي غنحاولوا ناخذوا الكلمه ديالها كذلك في هذا البث المباشر. والوالده مرحبا بك معنا على المباشر. انت يعني هذه البنيه دابا يعني دابا انت وليتي هازه، دابا ما بقاش غير الهم يعني ديال راويه ولا راويه، وخاصك حتى الوجهين نعم. يعني جوج هموم كيبدا معاوده كما كنقول. حنا هازين أولدي الهم ديال البنت، بغيتها تمشي للمدرسة، بغيتها تهضر معايا تقولي يا ماما، تقولي يا نخرجوا يا ماما. أنا في الليل ما كنعس ما كنشوفو أم بنتي هي قدامي، نمشي نسعى عليها غير تجلس قدامي ونمشي نطلب عليها. الله يطول عمرك. هزالهم غير البنية يا ولدي، هزالهم غير البنية. في الليل والله ما كنعس ما كنعس ما كنشوفو. يا ربي واش هاد البنت تبقى هاكا، يا ربي واش غتبرى ولا ما تبراش، يا ربي. هو ما شاء الله صافي. و نتوما مجهودكم انتوما كتكافحوا بداكشي اللي قسم الله، راكم مكافحين بداك الرزيق اللي يعني اللي كيشد من الدار مسكين التقاعد، يعني بداكشي اللي قسم الله هو عاوتاني راه هز الهم للبنت. نعم حسيت بيه مسكين، ما حتى الهضر ما قدرش يهضر، راه هز الهم ديال البنت. واش بقى غادي يعيش طول حياته هكا؟ دابا هو باقي حي ليها باش 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 هو اللي رباها مني كان صغير، مني كان صغيره هو اللي رباها. راه الكبده المعاوده دابا، انتما حتى كبرتي وعاد انتما بديتو كتعاودوا تربوا، انت كبرتوا الاولاد. الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، احلى حاجه في الدنيا. ايوا الله يطول عمرك امي، انت تشوفيها ان شاء الله بخير، وان شاء الله احنا عند الله ما غيخيبش، ما غيخيبش احنا عند الله وجودكم. نعم وجودكم ان شاء الله. فاليوم توجهتوا لخوتكم المغاربه بقلب مفتوح، غنرجعوا عند راويه مره اخرى. راويه وعلى المباشر مشاهدينا كنعتذروا على التاخر صراحه، لكن للضروره احكام. كنتمنوا دابا الان يعني راويه قبل ما نبداو معها هذا البث المباشر، سولتها يعني شنو خاصك اختي، علاش واقفه، شنو الحويجات اللي بغيتي يعني اللي خاصينك الان البنيه الان فين واصلين، شنو علاش واقفة الآن؟ علاش توجهتي لخوتك المغاربة؟ قولي لي أنك تخرجي بوجه مكشوف وبقلب مفتوح باش تشاركي همك اللي قلتي، رانا صافي. بصح الله غالب، بصح الله غالب، الله غالب، يعني آمين يا ربي. سيرتو المرض، مرض صحيح. يعني اللي كنطلب من خوتي المغاربة يحسبوها بحال بنتهم ويعاونوني، يعني ماديا معنويا الدعاء. يعني حتى الكلمة الطيبة راه حتى الكلمة الطيبة، بنادم يعيط عليك ويسقسي عليها ويدعي معاها، هذيك راه أحسن حاجة.
يعني انا راه مادام توجهت الاعلام وعيطت على شوف تي في حتى يعني كيف ما تيقولوا بهاد يعني راه وصلت فيا العظم، يعني ما كرهتش ليها، ما درت لي في جهدي تشوفي بنتك كرضي بزاف، ما كرهناش تمشي للمدرسه، ما عندك ما بزاف كنشوف عمرها 5 سنين ومازال ما دخلتش الروض، كاين بعين ما كاينش لا ذهب لا بلاد لا دار لا نقولك واحد الهضره ويمكن يعني راه يعني يمكن حتى كلشي غيسمعها. شفتي لو كان لقى شي حد يشتري من عندي كلوه نبيعها على ود بنتي، بغيت بنتي تعيش، انا عشت وبغيت بنتي